أنا أوردر هي موسبوردية، وأخذنا جزامبل البلازموديوم سبيشيز أو كوزز أوف ملاريا، وقلنا فور سبيشيز إنكلود إنجيناس بلازموديوم، وتحدثنا منه حسب الخطورة وحسب الباراسايتيميا الأكر أو بروديوس باي مالجنانت سبيشيز، وذكرنا عندي هو بلازموديوم فالسيبارم، وتحدثنا حول الشايزوغوني كونه يتم بالهيومن باعتبار الانترميديت هوست، وذكرنا الإريثروسيتك شايزوغوني والإكزوإريثروسيتك شايزوغوني، ووضحنا الاختلافات بيناتهم بين الاثنين والاستيجات الناتجة عن الشايزوغوني اللي يتم سواء بالهيباتوسايت أو بالآر بي سي. فهنا سؤال يطرح نفسه لكم، make comparison between erythrocytic شايزوغوني and exoerythrocytic شايزوغوني على مستوى الستيجز، على مستوى الكوميونيكيشن، على مستوى السيبتومز أو الكلينيكال مانيفستيشن اللي تنتج من المالتيبليكيشن او الديفلوبينج مالت الباراسايت سواء بالهيباتوسايت او بالار بي سي، وبنفس الوقت التشنجز اللي يصير بالستيجز مالت السبيشيز على مستوى الهيباتوسايت والار بي سي. فانا راح الاحظ اختلافات بين الاثنين حتى على مستوى الدايجنوزز او الديتكشن. بس اكون سبيشيز مهم من الناحية الطبية هو التوكسوبلازما جونداي بعد الملاريا. فتوكسوبلازما او ما يسمى بداء المقوسات، توكسوبلازما من شكل التروفوزويت او التكيزويت اللي راح الاحظه بالحالة الاكيوت توكسوبلازموسيس. وبالنسبة للجونداي بداية اكتشافها التوكسوبلازما بنوع من الرات، لذلك سميناه ونسبة لهذا النوع من الرات سميناها بالجونداي، فتوكسوبلازما جونداي أو المقوسة الجونيدية. يعني تذكر من حيث الأهمية الطبية بعد البلازموديوم بالإضافة للأذر سبيشيز أوف كوكسيديا مثل الكريبتوسبورديوم باربوم والأيزوسبورا ساركوسيستيس مايكروسبوريديا أو غيرها. أذر تسمى بداء المقوسات، وبنفس الوقت تسمى بداء القطط شائع كديزيز من خلال الشرح أو ذكر الديتيلز الخاصة بالباراسايت. أحاول تستنتج ليش يسموه بداء القطط. مع العلم عندي أنا هيوج انفكشن للتوكسوبلازما، ونلاحظ حالات الابورشن بسبب الانفكشن وذ توكسوبلازما جونداي. والتوكسوبلازما جونداي تصيب او انفكت ميل از ويل از فيميل. بدايتها راح تكون اسيبتوماتيك، لكن راح نلاحظ السيبتومز راح تظهر بشكل واضح على برجننت وومن، بالإضافة للكومبليكيشن اللي راح تنتج من الأصابع سواء على الفيتس أو على البريجننت وومن أثناء الكونجنتال انفكشن. فهنا راح يكون سؤالنا ليش سميناها بداء القطط، بنفس الوقت هي داء المقوسات، أسميها داء القطط وأنا عندي إصابة واضحة على هيومن. فكستيجز ايضا راح تتضمنها، احنا نعتبر بالبدايه الكاز مين سورس للانفكشن، يعني من نقول مين سورس للانفكشن ماكو كات ماكو توكسوبلازما. الكات هنا راح تكون الهوست او الفاينل هوست، او نقدر نقول عن المين هوست للتوكسوبلازما. ليش؟ ان ويتش سكشوال واسكشوال مالتيبليكيشن اكر. فهنا دورة حياتها التوكسوبلازما تكملها وين؟ تكملها بالكات. ما نقتصر على الكات خلال دورة الحياة، بس احنا قلنا مين لي سكشوال والاسكشوال. راح تحتاج التوكسوبلازما الى مضاعف اخرى اذا الاصابة او التوكسوبلازما فقط اقتصرت على الكات، ما راح اضطر على دراستها ما تهمني، بينما انا راح الاحظ
أصابع أو توكسوبلازما ما مقتصرة على القطط أو الكاتس، راح ألاحظ الأصابع بالهيومن، أيضا راح ألاحظ الأصابع ببقية الأنيمالز الموجودة بالبيرز أيضا بنفس الحالة. هنا راح الهيومن وغيرها من الأنيمالز راح تشتغل، راح تكون بمثابة فقط intermediate host in which asexual multiplication occur، يعني هنا حتى تكثر وتسرع من نوعها استخدمت بقية الأورغانيزم كانترميديت هوست، بينما هي إذا نرجع الأساس هاللايف سايكل مالتها جاي تكامل سكشوال والأسكشوال مالتبليكيشن بالكات. أيضا المورفولوجي للتوكسوبلازما راح يشمل لي different species sorry stages اللي راح تبدأ بالأوسيست، هذا الأوسيست اللي هو ناتج من السكشوال مالتبليكيشن منه راح يكون مصدره فقط مصدر الكات. ليش؟ لأن السكشوال مالتبليكيشن راح يتم بالكات مينلي، يعني بقية الأورغانيزم الأخرى فقط يشتغلن كمضيف وسطي، وبنفس الوقت الكات أو التوكسوبلازما أيضا تكمل السكشوال مالتبليكيشن أو الإندودايجيني بداخل الكات، يعني سكشوال والأسكشوال اثنيناتهم بداخل الكات، ومع ذلك هي جاي تنتشر وجاي تستخدم بقية الأورغانيزم أو الأنيمالز وأيضا الهيومن تستخدمها كإنترميديت هوست للأسكشوال مالتبليكيشن. فهنا من تتم هاي السايكل بداخل الكات، أول شيء راح تنطيني الأوسيست، وهذا الأوسيست من الطرحة الكات راح يكون ممكن يكون ماتشور وممكن يكون إماتشور. إماتشور بهذا الشكل بهاي حالته، بعدها راح يتم له سايتوبلازمك ونيوكلير ديفيجن، راح ينطيني الأوسيست بداخله بالبداية أيضا إماتشور تو سبوروبلاست، بعدها أيضا راح يتم ديفيجن آخر ينطيني تو سبوروسيس each with four sporozoid. هاي كمان كاركتر إلها، يعني إيش قد يعني هذا الأوسيست الماتشور مال التوكسوبلازما راح يحوي لي two sporozoids كل واحد بي أربعة، بالنتيجة النهائية ثمانية sporozoid كمان كاركتر للأوسيست بحالة التوكسوبلازما. شنو الغرض حتى أميزه عن غيره من الأوسيست الغير سبيشيز؟ وبالتالي هو راح اطرح الكات ويكون كانفكتيف ستيج للكات نفسها والبقيه الانترميديت هوست، مثلا ممكن يكتسب الهيومن اثناء الدايركت كونتاكت وذ كونتامينيتد او انفكتد كات، او ممكن وذ كونتامينيتد فود اند ووتر بالاوسيست. فهسمين للاوسيست انفكتيف ستيج راح يكون للهيومن وبنفس الوقت للكات اللي هي مين سورس للانفكشن، بس عندي مين سورس للانفكشن هو التوكسوبلازموسيس سواء اكيوت او عندك كرونيك توكسوبلازموسيس، انت اخذتها اول روت لها بالاوسيس انجستشن افتر دايركت كونتاكت وذ انفكتد كات اور وذ كونتامينيتد فود اند ووتر. اذا تلاحظون الكات بعد التبرس هالشكل دائما شبيهه تحفر حفره وتخلي البراز مالتها وبعدين الدفنة، هذا يسهل الأوسيست يصير عملية الماتوريشن أو السبوريليشن بهاي الأثناء. فهنا من تسلك هذا السلوك الكات هذا راح يسهل عملية السبوريليشن مع الأوسيست. أيضا بنفس الحالة التيلز الموجود مع الكات والدفء الموجود هنا ممكن يتم عملية سبوريليشن أو ماتوريشن للأوسيست أثناء طرحة، وممكن الطرحة ماتور ماكو أي مشكلة. فبكل الحالات هو سواء خارج الكات أو داخل الكات تتم عملية السبوريليشن بهاي الطريقة أو الماتوريشن حتى يصبح انفكتيف ستيج. الستيج الآخر هو التروفوزويت، أيضا أسميه بالإندوزويت زويتس بعض المصادر أو أسميه بالتكيزويت. التكيزويت راح ألاحظه طبعا بال يتكاثر بكل الوايت بي سي ما عدا أو البلد سيل ما عدا الار بي سي ما يتكاثر بها، وبهاي الطريقة من يتكاثر أسكشوالي طبعا أسميه بالتكيزويت. بداخل الوايت بي سي مثلا المونوسايت أثناء وجوده بها من يتكاثر بهاي الطريقة بالإندودايوجيني راح ينطيني شنو؟ راح ينطيني سيدوسيست بهالشكل، هذا تركيبة يكون كريزنتك مقوس
والنهاية من عنده مثلاً الأنتيريور راح تكون بوينتد مدببة أكثر من النهاية المقابلة الأخرى نيوكليوس بالسنتر. وطبعاً مثل ما نلاحظ السيدوسيس more than one من التكيزويت موجود، هذا التكيزويت اللي هو نفسيته التروفوزويت حتى أميزه عن البريديزويت اللي هو وراح يكون يمثل لي الأكيوت فيس أو أكيوت توكسوبلازموسيس مقارنة بالكرونيك توكسوبلازموسيس اللي راح ألاحظه بالتشو وراح يمثل البريديزويت بداخل تشو سيست. نعم هذا عندي السيدوسيست. شلون تكون السيدوسيست؟ التكيزويت بداخل المونوسايت، بينما بداخل الماكروفيجز احنا نعرف من خلايا الوايت بي سي من تهاجر للتشو راح تنطيني الماكروفيج، فهنا هذا الباراسايت راح يتغير شكله وينطيني بدال تكيزويت راح يعطيني بريديزويت بالتشو. بريديزويت راح يكون اصغر ومعدل تكاثره ابطا، بس ايش يبقى يتكاثر؟ يبقى يتكاثر تكيزويت راح يتكاثر بالإندودايوجيني وهنا راح يتكاثر بالإندوبوليجيني، يعني إذا اثنيناتن أسكشوال مالتبليكيشن واثنيناتن شايزوغوني، بس إيش راح يكون إندوبوليجيني؟ يعني هنا النيوكليوس راح تنقسم عدة انقسامات حتى أميزه عن الإندودايوجيني اللي راح يكون مشابه للباينري ديفيجن اللي هي النواة الوحدة راح أو الخلية الوحدة راح تنقسم لاثنين، فتنطين اثنين اثنين بهالشكل هذا يكمل لي السيدوسيست أو التروسيست. فالتروسيست راح يكون عبارة عن براديزويت وهو بالتشو دائما يكون موجود مثلا بالبرين بالمسلس ويمثل كرونيك توكسوبلازموسيس، بينما التاكيزويت راح يكون موجود بالبلد تحمل المونوسايت ويكون ينطيني على شكل السيدوسيست. فهنا سيدوسيست راح يمثل لي أكيوت توكسوبلازموسيس وبراديزويت أو التروسيست راح يمثل لي كرونيك توكسوبلازموسيس. فالتكيزويت بالفوسفوريليشن راح ينطيني شنو؟ راح ينطيني يتحول لبريديزويت، قلت من تهاجر هاي الخلايا اخذها سيركوليشن او مجرى الدم للتشو راح تتحول تلقائيا يعني الخليه تنطيني ماكروفيجز. فهنا ايش راح يصير بالباراسايت هذا؟ الباراسايت يتحول من تكيزويت لبريديزويت، وهنا اسميه بدال ما اقول عنه سيدوسيست راح يكون عندي شنو؟ راح يكون عندي تروسيست اللي هو حامل للبريديزويتس. يعني شلون اكشف عنه؟ هنا مثلا بلاد سامبل والاحظ، من الاحظ هذا الشكل اقول شنو؟ من الاحظ هذا الشكل اقول تكيزويت، بينما من اخذ تشو بايوبسي والاحظ هذا الشكل اقول عنه تروسيست هالشكل اللي هو البريديزويت. وممكن البريديزويت من الديفوسفوريليشن ممكن يتحول لينطيني بريديزويت ممكن ينطيني تاكيزويت، وهي دائما نلاحظ هالحاله من نلاحظ اذا نسمع بريجنانت وومن معرضه لاسقاطات متكرره مثل بالاسقاط الاول صارعتها بسبب التوكسوبلازما ورجع او مثلا نقول عنها هي بالكرونيك فيس. بالكرونيك فيس ما يتم المفروض ابورشن، ليش؟ لأن الابورشن المفروض الانفكشن بالفيرست ترايمستر من البرجنانسي، بس اللي جاي يصير شنو؟ هي ممكن تكون بالكرونيك فيس. شي يصير هنا بهاي الحاله؟ التروسيس من بهاي العمليه انعكست، انطاني تكيزويت وعاد لي عمليه الري انفكشن وتكاثر على شكل تكيزويت وتم الابورشن وهذا سبب الاسقاطات المتكرره. فهنا التوكسوبلازما غونداي مثل ما ألاحظها بريديزويت بالتشو هالشكل بريديزويت، هذا راح يكون التروسيست، وهنا راح نلاحظ التكيزويت أثناء وجوده بالليكوسايت أو بالمونوسايت. اللايف سايكل راح تتضمن راح تكون معقده اللايف سايكل، بس حاول تفهمها خطوه خطوه. ليش؟ لان راح تتضمن لثلاثه شلون ما نقول ثلاثه انواع من السايكلز، وحده مكمله للاخرى، بس مين لها هي راح تكون الفيلن سايكل. مثلا عندي فيلن سايكل، فيلن نون فيلن سايكل، نون فيلن نون فيلن سايكل. ايش اقصد بها؟ فيلن سايكل اللي هي راح تكون المين سايكل اللي هي بالكات. ايش تتضمن؟ ايش تتضمن السكشوال والاسكشوال مالتيبليكيشن بالكات. من هنا فيلن سايكل يعني تتم بالعائله القططيه هالشكل. فهنا هي هاي اهم شيء راح تكون مصدر للاووسيست
اللي هو وين راح يكون؟ راح يكون هذا الأوسيس يأخذ الفلن، بقية الفلن اللي هي أيضا يرجع للقطط، وتأخذ النون فلن اللي هي الانترميديت هوست، يعني منو الكات ويا الانترميديت هوست. هنا أم الفلن السكشوال والأسكشوال مالتيبليكيشن، والنون فلن اللي من ضمنها اللي هو الهيومن، راح يتم الأسكشوال مالتيبليكيشن. يعني هنا راح تشمل لي الكات هي المين سورس، وراح تشمل لي وياها الانترميديت هوست. بينما الثالثة مين راح تاخذها؟ النون فلن. النون فلن بين المضاعف الوسطية نفسها، يعني ما راح ياخذن الانفكشن من الكات، لا، المضاعف الوسطية واحد ياخذ من الثاني، مثلا يتغذى عليها شكل، مثلا بالبلد ترانسفيوجن، بالأورجان ترانسبلانتيشن، الكونجنيتال انفكشن، هاي نقول عنها بين المضاعف الوسطية نفسها. شنو السبب ان التوكسوبلازما جوندي اتخذت هذا الطريق؟ مع العلم هي كملت دورة حياتها بالفلن سايكل بالقطة بين الانترميديت هوست سوري بين السكشوال والاسكشوال مالتيبليكيشن. اكو ضروري او حاجة للثري سايكلز او تو سايكلز الاخرى تعطيني هذا التداخل؟ فهنا الغرض من عندها حتى تنتشر اسرع، من نوعت من نوعها تنتشر اسرع وبوقت اقل. مثلا الفلن سايكل بالقطه بين السكشوال والاسكشوال مالتيبليكيشن راح يتم بحدود 21 الى شهر، يعني من تاخذ الكات الاوسيس والطرحه بين تكمل بي اسكشوال وسكشوال مالتيبليكيشن الى ان يتم انتاجه. مثلا هي اخذت اوسيس واحد راح تنطيك تريليون، هاي قد تتم العمليه بين 21 الى شهر. بينما من ياخذ الاوسيس من ياخذه من الفلن سايكل ياخذ الانترميديت هوست بثلاث ايام باربع ايام راح ينطيك ستيجز اخرى من التوكسوبلازما. فهنا ايضا الغرض من عنده تقصير دوره الحياه وتضمن دوره حياتها مستمره باي وقت، يعني باي موسم انت راح تلاحظ توكسوبلازما موجوده. شنو الاسباب؟ كثرت من مضائفها، استخدمت اكثر من سايكل التوكسوبلازما، باي وقت موجوده الكات كمين سورس للاوسيست، وهذا الاوسيس راح يكمل بين الفلن نون فلن سايكل، نون فلن نون فلن سايكل، وهكذا تستمر السايكلز مالت التوكسوبلازما. اذا ارجع لها بالبدايه قلت عندي اول وحده، حاول تركز، اول وحده عندي الفلن سايكل اللي هي قلت وين راح تتم؟ بالعائله القططيه اللي تمثلها اول شيء راح تكون الكات. الكات قلت ايش راح تاخذ؟ انفكتيف ستيج، تاخذ الاوسيس، ممكن تاخذها من نفسها تكون ملوثه، ودائما تلاحظ الكات انت راح تكون البادي مالتها يعني لو بادي ويت، وبنفس الوقت تلاحظها ديرتي الكات ومستمر وياها الدياريه. هاي الكات من تلاحظها بالمنزل حاول تتخلص من عتها اذا ما تعالجها، فهي تكون راح تكون مين سورس للانفكشن والتوكسوبلازموسيس. وايضا اطرح لك سؤال، اذا عندك قطه بالبيت ومربيها وتتغذى على تغذيتك نفسها بالبيت، تكون معرضه للتوكسوبلازما جوندي لو ما تكون معرضه؟ واذا انصابت هاي الكات او جبت، شنو الطريقه اللي راح توصل لك بها الاصابه، وشون راح يكون المانجمنت بهاي الحاله؟ فهنا الكات قلنا راح تاخذ الانفكتيف ستيج الاوسيس، هذا الاوسيس راح يدخل بالنسبه للانتستايمات الكات للميوكوزا، او يبدي الشايزوغوني والجاميتوغوني اللي هو الاندودايوجيني بالنسبه للاسكشوال مالتيبليكيشن. يعني هنا افتر انجستشن راح يتم ريليزنج للسبوروزويت، هذا السبوروزويت راح يتكاثر بالشايزوغوني او الاندودايوجيني وينطيني نمبر او اعداد من الاندوزويت، اللي هاي الاندوزويت ايش قلت بيها؟ سميتها تروفوزويت او سميتها بالتكيزويت. هاي التكيزويت ايش راح يكون؟ تستمر طبعا بقيه الخلايا تتكاثر شايزوغوني، وبنفس الوقت راح تتخصص بعضها تنطيني ماكرو وماكرو جاميتوسايت، اللي بنفس الوقت ماكرو وماكرو جاميت اللي هي ميل وفيميل بالفرتلايزيشن، طبعا تدخل معها الجاميتوغوني او السكشوال فيس. هاي كلها وين؟ هذا كله بالانسكت سوري بالكات، تبدي بفرتلايزيشن بين الميل والفيميل او الماكرو والمايكرو جاميت، تنطيني الزايغوت، وبعدها الزايغوت راح تنطيني شنو؟ تنطيني الاوسيس اللي هو قلت اما راح ينطرح، ممكن ينطرح ماتور، فاذا انطرح ماتور راح تعمل عمليه سيموليشن بالكيرنال انفايرون.
كومنت. شلون ريليشن قلت تعطيني تو سبورو سوري تو سبورو بلاس بالبدايه، بعدين هاي تو سبورو بلاس نيوكليير سايتوبلازميك ديفيجن تعطيني تو سبورو سيست، بالسبورو سيست هذا كل واحد راح يحوي لي اربعه سبورو زويت، فتكون ام الثمانيه كمان كاركتر للاوسيست ابو التوكسوبلازما. وبهاي الطريقه الطرحه الكات ويا الدياريه هاي الاثناء، ليش؟ لان هي استهدفت هالشكل هنا البرش بوردر من الانتستينال سيل، وبالتالي ايش راح يكون؟ يصير لها ربتشر، فهنا ما راح تؤدي وظيفتها الخاصه بالامتصاص. فايش راح يصير هنا؟ راح يصير تكون معرضه الكات المن معرضه للدياريه، وبنفس الوقت راح تطرح عدي وياها الاوسيست، فتكون مصدر ناقل المن للاوسيست لبقيه الانترميديت هوست ولنفسها. هل كل الاندوزويتات هنا دخلت اللي هي تنتج من الشايزوغوني دخلت جاميتوغوني؟ لا، بعضها شبيهة هنا من انطتني طبعا موجودة انطتني اندوزويت، هذا الاندوزويت بعضه راح يسحبه مجرى الدم المن للبرين والمسلس مالت الكات، يتحول للبراديزويت بهالشكل وينطيني تروسيست. يعني هنا الكات من ال ويا الدياريه جاي تنطيك مين سورس المن للاوسيست، وبنفس الوقت بالتشو مالتها موجود موجود التروسيست كشنو كايضا انفكتيف ستيج. يعني ناخذ تشو بايوبسي من الكات المصابه راح الاحظ تروسيست، وايضا اعتبره دايجنوستيك ستيج اذا اريد اهتم له بالنسبه للكات. فهنا عندنا المصدر الأول المين سورس، فهنا الهيومن تلقائيا وبقية الانترميديت هوست راح تكون معرضة للأوسيس، بينما هنا كونها ما تتغذى على لحوم القطط فيكون رير وذ التروسيس أو البريديزوتس كإنفكتيف ستيج. فهنا هاي الفيلن سايكل بهاي الطريقة انتهت بين الأسكشوال والسكشوال مالتبليكيشن بالكات. قلنا الكات أخذت اوسيست وطرحت لي شنو اوسيست، وبنفس الوقت كونت لي شنو كونت لي تروسيست. فممكن تاخذ انفكتيف ستيج الكات تروسيست، اي ممكن احيانا اذا تلاحظون القطط تتغذى اذا تغذت قطة على قطة اخرى، او تغذت في حال تغذت على مضيف وسطي اخر، مضيف وسطي اخر راح تاخذ من التشو مالته شنو، راح تاخذ تشو سيست او براديزويد، ما راح تاخذ من الانترميديت هوست اوسيست، لا الاوسيست فقط الطرحة الكات، وان كونديشن تاخذه من الفلين سايكل. فهاي الفلين سايكل وين راح تكون؟ هنا تنطيني النوع الثاني اللي هو فلين نون فلين سايكل، اللي هو شنو؟ هاي اللي شرحناها قبل قليل اللي هي بين الشايزوغوني والجاميتوغوني الانتاج من عندها الاوسيست. هذا الاوسيست وين راح يروح؟ قلنا ممكن تاخذ الكات وتعيدها السايكل ومحافظت لي على الاوسيست، وممكن مين ياخذها؟ ياخذها الانترميديت هوست اللي من ضمنها الهيومن البيرت الشيب المايس الرات وغيرها. ايش تاخذ؟ تاخذ الاوسيست، فتلقائيا بال فعل الانزيم راح تتحرر لي او تنطيني السبوروزويت، راح تاخذ طريقها بالشايزوغوني مباشره وتنطيني التكيزويت. فالتكيزويت هذا وين راح يروح؟ طبعا بالميوكوزا، هذا راح يتم الشايزوغوني. بعدها هذا التكيزويت وين راح يدخل؟ يدخل للمونوسايت حتى يتكاثر بالاندو دايوجيني. فهنا المونوسايت راح وين ياخذها؟ ياخذها البلاد ستريم للتشو بالنسبه للهارت لانج للايز للبرين المسلز الى اخره، وهناك تتحول شنو؟ تتحول للبريديزويت وتنطيني راح تنطيني التروسيست. هاي وين؟ هاي بالانترميديت هوست، مين اخذ الاصابه؟ اخذ اوسيست، بالتالي راح ينطيني تكيزويت او سيدوسيست بالمونوسايت، وراح تنطيني بالتروسيست بالتشو. هاي الاثناء وجوده بالمونوسايت تكيزويت، اذا هنا دخل لي مرحله الاكيوت توكسوبلازموسيس، بينما اثناء وجوده بالتشو دخل لي مرحله الكرونيك توكسوبلازموسيس. فهنا هذا التشو سيست التشو سيست ايضا راح يكون وين موجود؟
راح يكون بالنسبة للتشو بحالة الانترميديت هوست. هسه التشو سيست أو الترو سيست وين راح يكون مصدر؟ راح يكون مصدرها من الكت وراح يكون مصدرها من الانترميديت هوست اثنيناتهم، بس الأو أو سيست راح يكون مصدره فقط الكت. ليش؟ لأن يحتاج إلى سكشوال مالتيبليكيشن بالإضافة للأسكشوال مالتيبليكيشن بالمقارنة مع الترو سيست. هالشكل إذا أرجع لها typical life cycle between felin cycle, felin non-felin cycle وأيضا بين non-felin non-felin cycle. هالشكل non-felin يعني شخص هالشكل نفسي هذا ال predizoid أو التروسيس بين الكارنيفورس يعني حيوان مثلا intermediate host يتغذى على intermediate host آخر. هالشكل مثلا ال نفسها الهيومن من يعتمد على الشيب، شراح ياخذ من عنده؟ ياخذ من عنده تيشو سيست. هذا الاقصد بي بين الانترميديت هوست. نفس الحاله الاورجان ترانسبلانتيشن مثلا من هيومن لهيومن. هالشكل البلد ترانسفيوجن شياخذ اللي راح ياخذ التكيزويت. ايضا الكونجنيتال انفكشن الارتفيشال روت، هاي كلها بهذه الطرق راح تتم ما عدا الأوسيس تاخذها من الفيلين سايكل مثل ما ذكرنا. بهالطريقة راح تكون بهالطريقة الكات بالبداية قلنا تاخذ الأوسيس انجستشن يبدا الشاي زوغوني، بعدها يتبعه بالجاميتوغوني الغرض ان ينطي الأوسيس اللي هو راح ينتج او ريليز وذ ستول للإكسترنال إنفايرومنت. هنا قلنا معرضة بقية الإنترميديت هوست من ضمنها الهيومن للأوسيست. after ingestion راح ينطيني التكيزويت، هذا التكيزويت راح ياخذ طريقة بالمونوسايت يتكاثر بالباينري سوري بالشايزوغوني اللي هو بالإندو دايوجيني، وبعدها يسحبه مجرى الدم يتحول بالتشو البراديزويت ويحافظ على نفسه بالتشو على شكل تروسيست أو تشو سيست. نفس الكات ممكن تاخذ من الانترميديت هوست، ممكن ان تتغذى على الانيمالز، ممكن تتغذى على البيرز، ممكن تتغذى على مايس. ايش تاخذ من عنده؟ تاخذ من عنده تشو سيست، وبهاي الطريقه راح يكون اكثر من سورس للانفكشن. هالشكل مثل ما نلاحظ التكيزويت بهاي الطريقه من يدخل للمونوسايت او خلايا الماكروفيج بالانجولفيشن بالنسبه لل براديزويت راح يتكاثر بالإندودايوجيني بهاي الطريقة. بعدها من يزيد عددها راح يصير لها ركتشر، وهنا يسهل انتقاله من خلية لخلية فتتحرك هاي الخلايا ويا السيركوليشن راح يسحبها قلنا أثناء وجودها بالبلاد ستريم. ممكن توصل للتشو وتنطيني التروسيست أو البراديزويت. فعدنا بالأكيوت فيس أو الكونجنيتال إنفكشن. بالأكيوت فيس راح إحنا مثل ما نلاحظ البريجنانت وومن شرحت من راح تمر بالثري ترايمستر، الفيرست ترايمستر، سكند ترايمستر، والثيرد ترايمستر. إيش راح يكون عندي بهاي الحالة؟ يمتى راح يكون خطورة على البريجنانت وومن؟ بالنسبة للفيرست ترايمستر، إذا أخذت الإصابة بالفيرست ترايمستر أو الثلاث أشهر الأولى فهنا تكون معرضة لمن؟ معرضة للأبورشن. أو ممكن هي عتها قبل الحمل أخذتها بشهر ممكن توكسوبلازما فهنا راح تكون معرضة للأبورشن. في حالة إنه هي بشهر السادس، يعني خلينا نقول شهر السادس من الحمل اللي هو السكند ترايمستر أو حتى عبرت على الثيرد ترايمستر وأخذت إنفكشن بالتوكسوبلازما، هنا ما راح تكون معرضة للأبورشن. إيش راح يكون؟ راح يكون مستمر، بس راح يكون ال شلون ما نقول الفيتاس أو ال بعدها بعد هاي المرحلة بعد مرحلة الولادة راح يكون معرض الطفل للتشوهات مثل الكوريوريتينايتس كالسيفيكيشن بالنسبة للبرين وغيرها من الكومبليكيشن. بينما بالفيرست ترايمستر سواء أخذته أثناء الحمل بالفيرست ترايمستر أو قبل الحمل بشهر أو شهرين فهنا راح تكون معرضة للأبورشن. ايضا هنا ايش راح يسهل انتقاله؟ كونها شنو راح يكون هنا بالاكيوت فيس، فراح يكون انفكتيف ستيج بهاي الحاله تكيزويت.
بينما إذا نقول إحنا هي مرحلة نقول مرحلة كرونيك فيس، موجود الباراسايت وين؟ موجود الباراسايت بالتشو وتم الحمل، هنا إيش راح يكون؟ يكون أكو خطورة؟ إيه ممكن، يعني نقول البريجنانت وومن بالحالة الأولى قبل شهر من الحمل أخذت إصابة، أو أثناء الحمل بالفيرست ترايمستر أخذت إصابة، راح تكون معرضة للأبورشن. إذا هي عندها إصابة نقول قديمة بالتوكسوبلازما جوندي وتم الحمل، هنا إيش راح يكون؟ نقول ممكن، وهذا دائما نلاحظه على حالة الإسقاطات المتكررة، ممكن هنا جاي يصير، إذا نرجع للسابق إيش قلنا؟ قلنا ممكن هذا التشو سيست الموجود بالأنسجة ممكن بالديفوسفوريليشن يرجع ينطيني تاكيزويت ويعيد للعملية من جديد، وتكون معرضة أيضا بهاي الحالة للأبورشن. بس قلت إذا في حالة هي بالسكند ترايمستر أو الثيرد ترايمستر أخذت إنفكشن وذ توكسوبلازما، هنا ما يكون أكو خطورة بالأبورشن، بس يكون الطفل معرض للتشوهات مستقبلا. كم سورس للإنفكشن راح تكون للهيومن بالنسبة للتوكسوبلازما؟ نلاحظ هنا الكات مين سورس انطتني شنو؟ انطتني الـ OO-cyst. راح نلاحظ هنا كم واحد راح ياخذها، ممكن هي نفسها الـ OO-cyst تاخذها الكات نفسها او الفلن فاميلي او العائلة القططية. فهنا هذا راح يكون المصدر الاول الكات للهيومن راح ياخذها with contaminated food. المصدر الثاني من ياخذه او دايركت كونتاكت ويا الكات، المصدر الثاني ممكن ايش ياخذ الاووسيست، ايش راح ياخذه؟ راح ياخذ البقيه الانترميديت هوست اللي هو منه، ممكن الشيب قلت والانيموس، ممكن البيرز والمايس، ايش راح يتكون هنا عندهم وياهم ايضا الهيومن، راح ينطيني تشوسيست وراح ينطيني التكيزويت. هنا الهيومن يعتمد بتغذيته على من؟ يعتمد بتغذيته على الشيب وغيرها من الانيمالز، وش ياخذ من عندهم؟ اذا المصدر الثاني راح يكون تشو سيست، ما ياخذ من عندهم بلاد، الهيومن يتغذى على البلاد مالتهم، فما ياخذ تكيزوت، ايش ياخذ؟ ياخذ او او سيست. بنفس الوقت يتغذى على المايس، ما يتغذى على المايس، فما يكون مصدر له. من يكون المايس؟ المايس او او سوري ترو سيست راح يكون المن، راح يكون للكات نفسها من تتغذى على المايس او على البيرس، راح تاخذ انفكشن بالتشو سيست. ثيرد روت للانفكشن بالنسبه للهيومن راح يكون قلنا ترانسبلاسنتال ترانسميشن اللي سميناه كونجنتال توكسوبلازموسيس. اذر بنفس الوقت الارتفيشال روت اللي هي الاورجان ترانسبلانتيشن والبلد ترانسفيوجن. فهنا الانفكتيف ستيج راح يختلف، من الانترميديت هوست راح يكون شنو؟ تشو سيست. أورجان ترانسبلانتيشن راح يكون تشو سيست. بلد ترانسفيوجين تكيزويت. أيضا ترانسبلاسنتال ترانسميشن راح يكون التكيزويت أو سيدوسيست. من الكات اللي هو المين سورس راح تاخذ فقط الأووسيست. الهيومن مثل ما نلاحظ أخذ من عتن كلهن، بس ما راح ينطيهن البقية. شنو السبب؟ السؤال لكم، يعني جاي ياخذ من كل الأورجانيزم انفكشن والتوكسوبلازموسيس وما ينطيهم، مع العلم عنده سيدوسيس بالأكيوت توكسوبلازموسيس وعنده الهيومن تشوسيس بالكرونيك توكسوبلازموسيس. يعني أنا أقصد بالتايتريشن بالنسبة IgM بحالة أتأكد منها بحالة الأكيوت توكسوبلازموسيس، بالنسبة للرابيد تيست و IgG بحالة الكرونيك توكسوبلازموسيس. سوري بالنسبة للرابيد تيست أيضا يعني لهذا الترو سيست أيضا أتأكد من عدة بال دايجنوستيك تولز مايكروسكوبك اكزامينيشن للبلاد، ألاحظ التكيزويت كدايجنوستيك ستيج بالأكيوت توكسوبلازموسيس، وبالكرونيك توكسوبلازموسيس راح ألاحظ الدايجنوستيك ستيج راح يكون للبراديزويت. طبعا من أشتغل تشو بايوبسي مثل ما نلاحظ إذا وجدت السيبتومز أو الكومليكيشن والتوكسوبلازموسيس فهو كالآتي: كورنوري تينيتس على سبيل المثال، لمفادينوباثي، أيضا ألاحظ الكالسيفيكيشن
congenital toxoplasmosis مثل ما لاحظناها تعتمد على الترايمستر اللي تمر به البريجننت وومن، وراح يشكل خطوره على، مو معناها ما موجود بالميال او بالفيميال، لا هو بالحاله راح يكون اسيبتوماتيك، فالسيبتومز راح تظهر اكثر. وهذا ايضا راح يكون لك سؤال، عدم ظهور الاعراض بالنسبه والاختلافات بين الميال بالنسبه للانفكشن والتوكسوبلازما او مقارنه بالفيميال. هالشكل نلاحظ كونجنتال ترانسميشن، قلنا يعتمد على ترايمستر اللي تكون بوضع البريجننت وومن، فقلنا بالفيرست ترايمستر راح تكون معرضه للابورشن، وبالسكند ترايمستر نهايه الى الثيرد ترايمستر لا راح تكون ما معرضه لهذا الشيء، بس راح يخرج الطفل تشوهات اللي هي مايوكارديتس كوريوريتينايتس، ايضا للكالسيفيكيشن ممكن نلاحظه بالنسبه للبرين وغيرها من المانيفستيشن الاخرى. هذا هنا عندنا الرابيد تيست بالنسبه للتوكسوبلازما بالاكيوت فيس، عندنا الاي جي ام والاي جي جي بالكرونيك بحاله التروسيست. مايكروسكوبك اكزامينيشن راح الاحظ التكيزويت بهالشكل، طبعاً مصابغ جمزيستين بالنسبة للسيدوسيست، أيضاً بالنسبة للتروسيست راح ألاحظها بهالشكل التروسيست بحالة التشو بايوبسي. بريفينشن ممكن التمي التوكسوبلازما، واشينغ أوف هاند، واشينغ أوف فيجيتابل، بريفين دايركت كونتاكت، وأيضاً أرجع لسؤالي شلون تتعامل ويا الكت المصابة، وممكن عندك قطة بالمنزل تكون معرضة للإصابة للتوكسوبلازما، مع العلم تغذيها غذاء صحي على ايدك وتهتم بها. ايضا كل هاي الامور، وايضا بنفس الوقت قلنا غسل الايدي، غسل الاهتمام بغسل الخضروات والابتعاد عن القطط، واذا شكيت بها قطه مصابه هي راح تلاحظ عليها دياريه وتلاحظ البادي ويت مالتها، فهنا تحاول تتخلص من عندها او تتبع وياها نظام علاجي. وايضا بروفين دايركت كونتاكت بين الانترميديت هوست والديفينيتيف هوست او المين سورس للانفكشن، من تمنع هذا التواصل عندك بين الثنائي ممكن تتخلص او تمنع الاصابه بالتوكسوبلازموسيس. هاي كمين سورس للبريفنشن او ككنترول بشكل عام للانفكشن والتوكسوبلازموسيس. سبايروميسين هو المتوفر كأنتي توكسوبلازموسيس بالإضافة للنيولي دراجز الموجودة. وشكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق.